انا ان شاء الله هنتخب السيسي، وانا كمان انتخبته كل مره انا بنتخبه، وانا بحب اشكره على صندوق تكافل وكرامه اللي اعاد الكرامه واهتم بالسيده المصريه بستات مصر كلهم، سواء كانوا ارامل، مطلقات، معيلات، اهتم بالسيده المصريه وخللها معاش ثابت. ومش بس تكافل وكرامه، لا ده هي كمان ممكن تجمع بينه وبين المعاش بتاعها، فيعني كده هو حفظ لها كرامتها. فعشان كده احنا السيدات كلنا لازم هننتخبه لانه اهتم بينا وبنحب نشكره.